والانتصار. ننطلق مع شوط جديد ونذكر بانطلاقة المساء الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ في تمام الساعة الثالثة من أيضا ظهر هذا اليوم. هناك خاصة أيضا بانطلاقة رائعة من خلال تواجد سن الثنايا. إذن شوطنا الحادي عشر والخاص بالجعدان المحليات الأصايل، انطلق مباشرة مع المركز الأول مكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيالي، هو من يأتي في مقدمة هذا الشوط. والمركز الثاني وصل شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، أيضا واحد من الأسماء القوية والذي أيضا سجل من الإنجازات الكثير والكثير. وبالمناسبة وأيضا سلالة شاهينية، شاهين دغاش يجري في عروق هذا القعود ما شاء الله تبارك الله. المركز الثالث الوصول هناك من شاهين محفوظ بن خميس بن علي الينيبي، وصل هنا ايضا ابو ناصر كما قدم لنا الصباح في هذا اليوم، ينطلق من خلال تواجد هذا الاسم. وهناك القادم والمنطلق مصيحان ساري بن علي بن محمد المنصوري، ولكن الاسم القادم الواصل شاهين سالم بن دغاش بن محمد العامري، توي ذاكر الفحل شاهين دغاش وان تواجد سالم بكبره. هني ما شاء الله سجل عندنا نقطتين، حافظ على اشواط الجعدان المحليات الاصايل من خلال تواجد هملول وتواجد مشاغب. ايضا سالم بن دغاش العامري يتواجد بانطلاقاته الرائعه والجميله، ولكن هنا الدخول ايضا من شعار الخريباني ليتواجد شاهين حمدان بن محمد الخريباني النعيمي القادم بشعاره الجميل، والمنطلق ايضا من مدينه العين هنا للمشاركه. الله من القادم والمنطلق الطويل سالم بن علي بن حمد بن اداه المنصوري، وصل الطويل في هذه اللحظات انطلق مع بليدا في هذا الشوط، ولكن بو منصور له دور كبير في هذه الانطلاقه الرائعه. وهناك الدخول ايضا من الاسم القادم، وصل شاهين عبد الرحمن بن مقبل المطيري. يلا يا راعي شاهين، يلا يا المطيري، الاسماء القويه والانطلاقات الرائعه وشوط المهجنات الاصايل، شوط الثنايا يا سلام. شوطنا الحادي عشر ينطلق هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر، ولكن هناك مياس سيف بن ساري بن بلوش المزروعي وصل في هذه اللحظات ليقدم ماركة مياس في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هنا الأداء الانطلاق الرائع وأيضا التغيير يا إبراهيم، ركز 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 ركز. هنا أيضا هذا الشعار له أيضا من الإنجازات الكثير والكثير والانتصارات، وسطر أيضا الفوز والانتصار صار سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. هناك وصل في هذه اللحظات اللي هو شاهين مسلم زفنا بن مسلم العامري، وهنا الله شاهين راشد محمد بن راشد المنصوري وصل في هذه اللحظات. وهناك الدخول من شاهين عبد الرحمن بن مقبل المطيري. هذه هي النتيجة، ولكن لنا العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. شاهين على المركز الأول ما شاء الله، من هو اللي في الصدارة مكافح، بدأ يكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيالي. الله يا الخيالي على الصدارة على المركز الأول. ثانيا شاهين، شاهين صاحب الميدان، شكل جميل أداء رائع أيضا، والشعار ممتاز يا سيف بن غالب سلطان المنصوري، ينطلق كما عودنا دائما بالفوز والانتصار، ولكن هنا الله وصل وصل في هذه اللحظات. مياس مياس سيف بن ساري بن بلوش المزروعي يصل في هذه اللحظات. وهناك الدخول من مصيحان ساري بن علي بن محمد المنصوري، وصل شعار بو ناصر، وصل شعار بو ناصر محفوظ بخميس الينيبي، ولكن هناك ايضا سالم بن دغاش العامري وصل يقدم انطلاقه رائعه من خلال تواجد الشاهين، يبحث عن الهاتريك في صباح هذا اليوم. المنطلق من خلال تواجد الماركة الشاهينية، ولكن هناك أيضا بالزفنة بالزفنة مسلة بالزفنة أيضا العامري، يقدم شاهين يقدم شاهين في هذا الانطلاق. شعار الخريباني حمدان بن محمد الخريباني النعيمي يتواصل هناك، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى مقدمه الشوط والى هناك سكان المقدمه اللي في المركز الاول. ما زال هناك الانطلاق الرائع، ما زال مكافح يكافح، وايضا شاهين ينضم الى مكافح. بالمناسبه في الاسبوع الماضي وفي دورينا واسبوعنا الاول كان شاهين هو صاحب ايضا الفوز
والانتصار. هناك ايضا سيف غالب سلطان المنصوري، واحد من الاسماء القويه وسجل من الانتصارات الكثير والكثير، ولكن اليوم اشوفني ايضا اسماء قويه مشاركه. بلغ نصاب هذا الشوط 20 اسم مشارك. هناك مكافح منصور بسيف بن عفصان الخيلي وصل هناك، وصل ايضا لنيبي محمود بخميس، لنيبي مع شاهين ايضا قدم لنا صباح وغادر كان بالفوز والانتصار، ولكن فايل له التركيز. وصل شاهين سالم الدغاش بن محمد العامري مع المركز الرابع ليقدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد شاهين، وهناك شاهين حمدان بن محمد الخليباني النعيمي راعي وصفه ينطلق، وهنا مياس العود القادم بانطلاقاته الرائعة، سيف بن ساري بن بلوش المزروعي المتابع في هذه الانطلاقات أكد هي النتيجة، والقادم من الجانب الآخر الطويل سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري والمنطلق من خلال تواجد الطويل. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. شكل الشوط أنه بيكون حماسي، شكله بيكون حماسي، والكيلو والميتين يا سلام. بدأنا بالاقتراب وهناك الله يا ابو خيلة ما يبنى لطاري، لكن من واقع الشعار وصل هنا في هذه اللحظات الذيب سعيد بن نابت بخيلة العامري بدأ يتسلل هنا وياخذ بساط المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي ايضا الاداء الجميل. الكيلومتر الاخير شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الاول. هناك ايضا سيف غالب سلطان المنصوري يا سلام، الوثباوي بدأ يقدم العروض بدون اي اوامر. وثباوي اخر هناك مع المركز الثاني محمود الخميس الينيبي. الله 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 الله، مكافح ما زال في عرض المكافحة، في عرض الأداء الجميل. مكافح منصور بسيف ابن عفصان الخيلي، وهناك شاهين، وهناك من دغاش مع شاهين سالم دغاش بن محمد العامري الذيب. وصل الذيب يبقى موقعه هناك، بدأ أيضا ينطلق يغير إلى المركز الثاني، إلى المركز الثالث، إلى الثاني. هناك الذيب سعيد بن نابت بخيله العامري بدأ يغير الصدارة. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقات الرائعه وفي هذا الاداء الجميل، يا سلام يا سلام. غير الذيب على الصداره، غير الذيب على المركز الاول. سعيد بن نابت والخيله العامري بدا ينطلق الى صداره الشوط. شاهين سالم بن دغاش العامري ينطلق على بساط المركز الثاني، ولكن تهانينا والناموس سلامها يا راوي، سلام سلام الى الهير، سلام على هذا الفوز والانتصار. هناك سعيد بن نابت والخيله العامري على هذا الفوز ولحظات الوصول. اسعد الله صباحكم يا هالي الهير على هذا الفوز. المركز الثاني كان شاهين سالم بن دغاش بن محمد العامري، المركز الثالث شاهين سيف بن غالب سلطان المنصور، المركز الرابع مكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيالي، والمركز الخامس الوصول من مصيحان ساري بن علي بن محمد المنصوري. شاهدنا المتعة، شاهدنا الإثارة، شاهدنا القوة، شاهدنا أيضا التنافس القوي حتى الرمق الأخير وخط النهاية كان مرحبا بهذا الشعار، وأيضا الذيب الذي فاجأنا في الكيلو الأخير والأمتار المجنونة كان له الانطلاق والتجاوز من الزاوية الصعبة ليؤكد سعيد بن نابت بخيلة العامري هذا الفوز، والهواري له اللقطة الرائعة هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر. قطع مساءة السباق من 6 كيلومترات 9 دقائق 57 ثانية وجزءا واحدا من ثانية مرافقا لهذه ايضا الثواني. تهانينا لسعيد بن نابت وخيل العامري. المركز الثاني كان سالم الدغاش بن محمد العامري، شاهين قدم عرض كبير ورائع ومشكور يا ابو محمد، ايضا اداء رائع وانطلاق ايضا 9 دقائق 58 ثانية 8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث كان دخول ايضا رائع في المركز الثالث، تهانينا والناموس للكل، وايضا 10 دقائق وجزئين من الثانية. تهانينا سيف غالب بسلطان المنصوري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وهكذا هي انطلاقاتنا في عاصمة ميادين السباقات، وهذا هو يوم تأهيل الكبار، ايضا يوم الغد ان شاء الله الخاص بالحولي والزمول لأبناء القبائل التأهيل للبطولة الخليجية. أذكر من انطلاقة المساء في تمام الساعة 3، بينما أيضا أذكر على أيضا الفائزين، نوه عليه الفائزين